السلام عليكم ورحمة الله، معكم مشعل عبد الله. عزيزة الفتاة، إذا أنت مرتبطة برجل والرجل هذا متعلق فيك تعلق قوي وشديد وحابك من قلب، وانت عارفة هالشيء ومقتنعة فعلا انه حابك ومتعلق فيه، بس انت وصلتي مرحلة انه مو مرتاحة معاه او انه ما تبغى تكملي العلاقة معه لأي سبب من الأسباب، ممكن يعني فعلا تكون علاقته معك مو مريحة، او احيانا ممكن يكون تعلقه فيك مو مريح، او حبه لك اصلا، او انك ما حبيتيه. عشان كذا اقول لك لأي سبب من الأسباب هو حابك، انت ما حبيتيه وتبغي تنهي هذه العلاقة وتنسحبي. هنا اقول لك رجاء انسحبي بذكاء عشان ما يلحقك ضرر ما بعد انهاء العلاقة. ليش اقول الكلام هذا؟ لانه بعض الرجال للأسف، يعني انا ما ادري وش يكون، يعني ممكن يكون عنده طفولته فيها مشاكل، ممكن يكون تربيته فيها مشاكل، ممكن يكون عايش في بيت او في بيئة فيها عنف اسري، فيها ضرب، فيها عنده، ممكن يكون عنده خوف من الصغر او ذعر وكبر معاه فتولد عنده امراض نفسية. المهم انه بعض الرجال لما يرفض من حبيبته او حبيبته تنهي العلاقة وتنسحب، يبدأ يتولد عنده غضب كبير، ويبدأ يتولد عنده شعور الانتقام، ويبدأ الشكوك تلعب في راسه أنه أكيد رفضتني عشان رجل آخر، رغم ممكن يكون ما في رجل آخر، بس هم طبيعتهم كذا، شخصياتهم كذا. فخوفا عليك لازم يا عزيزتي أنه تنسحبي بذكاء وبحكمة وبحنكة يعني تفكري بعقل قبل الانسحاب كيف تنسحبي من غير ما يلحق فيك الضرر هذا الشاب. فتجلسي بينك وبين نفسك وتفكري بهدوء انه كيف بكلمات، لما يعني، لان انا ما انصح بالانسحاب المفاجئ على طول، خاصه لما يكون، اعيد، لما يكون هو متعلق فيك. فتفكري بذكاء وتحاولي تقولي له انه انا عندي مشاكل في البيت، عندي ظروف، ما اقدر اكمل معاك، وتعطيه ثناء. أهم شيء أنك تمدح الشخص هذا من قلب، توصلي له أنك أنت أي فتاة تتمناك، وأنك جميل وجنتلمان وأخلاق ومحترم، بس أنا ما أقدر أكمل معك في هذه العلاقة، وتحطين أسباب يعني تكون مقنعة. أهم شيء لا يكون فيها رجل آخر أو أنك تتزوجين، لأن بعضهم مجرد ما تجيبين سيرة زواج هنا ممكن يضرك، وحنا ما نبغى شيء هذا. فممكن تقولين أنا بكمل دراستي، أنا بطور نفسي، أنا عندنا أي عذر حتى لو كان كذب. فمثل ما اتفقنا، أهم شيء أنه تثنين عليه. يعني للأسف أنه بعض البنات لما تنسحب من العلاقة، والعلاقة هذه يعني الرجل فيها يحبها ومتعلق فيها، أحيانا تهينه، يعني مثلا من كثر ما هو يصر انها تراسله او يصر عليها انه كلميني او يصر انه يتزوجها، تبدا هي يعني تغضب وتعصب وتعطيه كلمات جارحه، هنا تزيد الطين بله، وممكن فعلا ينتقم منها ويضرها، في ممكن يضرها في بيتها، في عملها، في اي مكان. فبعض البنات تقول له من هو انت عشان اقبل فيك، يعني مثلا لو طلب يتزوجها، أو تقول له أنت أقبل فيك، أنت شايف نفسك، يعني تهينه، يعني تعطيه سيل من كلمات الإهانة وتدعس على كرامته. وهنا يتولد الغضب أكثر وأكثر وأكثر، إلى أن خلاص يوصل مرحلة أنه لازم ينتقم منك، الله يحميك يعني، ويبدأ يضرك ضرر مو طبيعي. ومثل ما معني ما بتكلم عن الأحداث اللي صارت قبل هالأيام اللي راحت، للأسف يعني حتى الوضع صار يخوف، والبنات صاروا يعني شانين حملة على الشباب وأنهم مجرمين وقتلة للأسف يعني، والتعميم غلط. بعض الرجال بالعكس هم الحمية، بعض الرجال هم الفزعة، هم السند، هم السند لأهلهم، بعض الرجال السند لزوجته، لأخته، لأمه. فالتعميم مرة أنا ما عجبني، لكن في نفس الوقت يقول ما ألومهم، لأن صارت الأحداث وراء بعض يعني. فنرجع نقول شوف الأحداث اللي صارت،
يعني ممكن انا ما ادري ايش اللي صاير، لكن ممكن تكون انتقام انه رفضته فتولد عنده شعور انتقام. معني انا متاكد انه ما في مجرم، خاصة اللي يقتل يعني بترصد وبعمد، يكون سوي او طبيعي. يعني القاتل بالطريقة هذه يكون يا اما يستخدم مخدرات يا عنده امراض نفسية، يعني اكيد. لكن نقول بعضهم انه شوف شلون ضرهم، شوفي شلون انتقموا. للأسف يعني ما أحب أشبه موضوعي بالموضوع الحالات الإجرام اللي صارت. طبعا بالمناسبة هذه نقول الله يرحمهم ويغفر لهم، إن شاء الله أنهم من أهل الجنة، ويصبر أهلهم وينتقم من المجرمين، وإن شاء الله أن مصير المجرمين القتلة هذول الإعدام بإذن الله. فنرجع ونقول يا عزيزتي الفتاة، انسحابك لابد يكون انسحاب ذكي، بدون إهانات، بدون دعس على الكرامة وتقليل أو استنقاص من الرجل اللي كان معك في علاقة. نرجع بعد ما تنتهي العلاقة وتنسحبين مثل ما اتفقنا بهدوء وبحكمة، ممكن يجي هو يراسلك بعد فترة. استقبلي الرسالة، لا تعطين بلوك أو تعطين ديليت نهائي، لأنه ما تدرين ممكن يعني يضطر أن يوصل لعملك، أو يضطر أنه يتوصل أحد من أصحابك، من أهل بيتك. بعضهم مجانين، أنت مثل ما اتفقنا أنه بعضهم ما تدرين وش يكون مريض أو فيه شيء مو طبيعي. فهذه نصيحتي لك، أنه لا تقطعين موضوع التواصل معه نهائيا. يعني إذا يراسلك بعد أسبوع، كل 4 أيام سلم عليك ردي السلام، إلين شوي شوي هو يتقبل صدمة الانفصال، لأن هي أكيد دام أنه متعلق فيك بيكون عنده صدمة كبيرة. فلا تصيرين يعني تنسحبين فجأة مثل ما اتفقنا عشان ما يضرك. فكل ما راسلك كل 2-3 أيام استقبل الرسالة وسلم عليك ردي السلام، جاوبيه على قد السؤال، بعدين انهي هذه الرسالة أو هذه المكالمة. أنا ما أنصح مكالمة، أتكلم على رسائل عشان الصدمة تكون خفيفة عليه. صدقيني مع الوقت خلاص هو بيحاول يدور أحد غيرك، أو بداية أو يبدأ ينساك يعني فعلا، وتنتهي العلاقة بشكل سليم وبطريقة راقية وفيها حماية لك. حماكم الله جميعا. أتمنى أن الحلقة تفيدكم، وإذا عجبتكم اشتركوا فيها واعملوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.